بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سنلتس خيال البرنس محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برنس إريتي بريزيدان دي كونسي دي منيس دي رويوم دعابي سعودي. السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين، السيد أبو الغيط أمين العام للرابطة للعالم الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله الحضور الكرام. أريد في بداية أن أشكر وأمتن عبر عن امتنان المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب سمو الملك محمد بن سلمان ولي العهد رئيس للدعوة لانعقاد هذه الجلسة ولضيافتهم الكريمة، وكذلك بالنسبة لكل الوسائل التي استخدمت لنجاح هذه الدورة. سيداتي سادتي، إن هذه القمة العربية الإسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني، وكذلك التزامنا المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية والقضية القدس الشريفة وهي هدف منظمتنا. لقد تابعنا كلنا المناظر البشعة التي وقعت وتطهير العرق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة بدون أي نظرة إنسانية، وما يستدعي توثيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية التي متواجدة حتى تكون السلطات الإسرائيلية مسؤولة عما تقترفه. ونحن ندعو لدعوة لإيقاف وقع إطناق ضد هذه الهجمات الشرسة التي تقوم بها ضد الشعب غزة، ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة، وللدعوة لضمان الدعوة للشعب الفلسطيني وأمنه. ونؤكد كذلك تأييدنا ضد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وندعو الدول العالمية للقيام بكل ما يجب ضد هذه الإجراءات، وندعو المجلس الأمن للقيام بدوره. فإسرائيل هي الدولة المحتلة، يجب أن تلتزم بالتزاماتها بما يخص الحقوق الإنسانية وتطبيق كل التطبيقات والقوانين الدولية. وفي النهاية، وإننا نؤكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ولتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات بالنسبة للقدس الشريفة كدولة، بالنظر إلى الشرعية الدولية وإلى المبادرة العربية للسلم. أتمنى أن هذه القمة المشتركة يصل إلى تحقيق أهدافه في خدمة القضية الفلسطينية وللقدس الشريفة. السلام عليكم ورحمة الله.